غذائيين أهم الأسس في سلامة صحة الطفل. مع الدكتورة سعاد جليوي أخصائية طب الأطفال بالرباط غتقربنا أكثر من تغذية وليدنا. صباح الخير لالا سعاد. صباح الخير سيدة جيهان، لاباس عليك؟ مرحبا مرة أخرى. شكرا، نحبك الخير وتنشكر الاذاعه الوطنيه اللي تنمدين بالتغذيه وبصحه وليداتنا باش تكون سليمه. العفو. الاثنين والثلاثاء تكلمنا على اهميه التغذيه عند الرضيع في شهوره الاولى وحصرناها في الرضاعه الطبيعيه اللي هو حليب رباني لا يضاهيه اي حليب او غذاء. اليوم غنتكلموا على التنوع الغذائي عند الرضيع من ستة اشهر الى سنه. هنا كتبدا الحيره، هنا كتبدا الحيره وكيبدا القلق عند كل الامهات باش تبدا شنو دير، شنو اللي مهم في هاد المرحله هذه. متفقه معك اختي جيهان، بحال اللي قلتي بان حلقتين ديال 2 و3 كانوا مختصين بالرضاعه الطبيعيه عند الطفل، لهذا حبيت قبل ما نبداو بالتنويع الغذائي بغيت نشير لواحد 3 نقاط مهمه خصوصا بالرضاعه الطبيعيه. حنا عندنا بعض العادات مكتسبه واللي هي خاطئه واللي تقدر تضر بولدنا خلال الرضاعه الطبيعيه. ما هي؟ حنا تعطيه الحليب ولا تعطيه سميتو. دونك العاده الاولى هو ان قضيه اللويزه، تلاحظوا ان مثلا في الايام الاولى فاش تولد المراه فاش تكون نافسه، تلاحظوا فاش نمشيو نزوروا المراه اول مره تلقاو ديما حداها رضاعه اللويزه، تتقول لك راه اللويزه باش ولدي يشبع باش يتهدن باش الوجيعات يمشيو ها انت دابا قلتي لي ثاني عندنا الافكار ديال ان الوجيعات يمشيو. لا رحنا مغاربه. اذا لاحظنا بان بالنسبه للويزه فاش نعطيوها للتربيه في الايام الاولى شنو دير تشبعوا وبالتالي تتخليش يرضع. حنا قلنا ان الرضاعه لكن بغيناها تكون مستمره اننا خصنا نعطيو رضاعه مبكره في الاول بسهوله. بحال اللي قلتي اختي جيهان انه تيتهد، وبالتالي فاش يتهد ما تيقدرش يمص مزيان بالزوله. نعم. ثالث حاجه انه لفتت العلم انه ان الويزه ما تهمتش الاوجاع، ماشي بحال الانسان البالغ تنتيف الاوجاع في ليكاز لانها تسبب لنا ليكاز. لهذا تنطلب الامهات خلال فتره الحمل وخلال فتره الرضاعه النفاس ما يتناولوش الويزه في هذه المرحله. الام يعني ما تاخذهاش، فما بالك ما تاخذهاش او الرضيع. نعم متفقه معك اختي جيهان. ايه. ثاني ماده هي الحلبة. احنا تبارك الله في العائله ديالنا المغربيه فاش تولد نفيسه تنجيبوا لها الحلبة، يعني رفيسه فيها الحلبة باش تطلع الحليب. أنا متفقة معكم أن الحلبة عندها فوائد كثيرة وأنها تطلع الحليب، ولكن أنها تبتم بأن الحلبة تضر نضج الجهاز العصبي عند الرضيع، لأننا خصنا نعرفوا بأن خلال فترة الحمل تبدأ تكون الجهاز العصبي. نعم. ولاحظنا عند النساء الحوامل اللي خضعوا الاجهاض من بعد وتلقاو انه كانوا تاكلوا حبه بزاف انه كان تشوهات للجهاز العصبي ديال الطفل ديال الجنين. نعم. من بعد في الولاده فاش نعطيو المرات تاكل الحلبه تدوز الحلبه في الحليب. أيه. وبالتالي تتاثر لنا على نضج الجهاز العصبي لانه هذا النضج ما اكتملش خلال فتره الحمل فهو متواصل خلال السنتين الاولتين. وبالتالي تنطلب من العيالات يبعدوا على الحلبه خلال فتره الحمل وكذلك فتره الرضاعه. نعم. طبيعيه. نعم نعم نعم. ثالث حاجه او من العادات كذلك النقطه الثالثه هو اننا بحال اللي قلنا ان الرضاعه الطبيعيه مهمه خلال السنتين الاولتين، فما خصناش نتجاوزوا العامين. علاش؟ لان خصنا نعرفوا ان الطفل ديالنا كيبدا يبني استقلاليه الشخصيه ديالو في 18 شهر. نعم. وبالتالي القران ديالنا كان واضح حولين كاملين. علاش؟ لاننا الا كان الشخص تيبني الاستقلاليه ديالو في 18 شهر فعندنا 6 شهور تنهيئوا الفطام بطريقه تدريجيه باش الرضيع ما يحسش بواحد العنف، حيت ما يفهمش علاش الوالده ديالو غتحيدلو بسلوك بواحد الطريقه يعني عنيفه. نعم بالنسبه ليه. نعم بالنسبه ليه. وفي نفس الوقت لان في هذه المرحله محتاجين نهيئوه انه يستقل على الام ديالو الا بغينا ولدنا من بعد يكون عنده شخصيه مستقله ديالو. نعم شخصيه مستقله. نعم. لهذا تنطالب الامهات ان خلال قبل
يعني الحمل او دابا ماشي مشكل يعني في اي وقت يتعلموا دروس الوالديه باش نكونوا عارفين بان اي مرحله ديال الطفل ديالنا مهم نتعاملوا معاه بواحد الطريقه معينه وهادشي كلش لان تهمنا صحه وليداتنا وتهمنا تطور الشخصيه ديالهم تكون شخصيه متوازنه. اكيد اكيد نعم نعم. اذا هادو ثلاثه ديال العادات ولا ثلاثه ديال الحوايج اللي خاص الامهات ياخذوهم بعين الاعتبار. واللي نفهم من الكلام ديالك لاله سعاد دكتوره سعاد بانه يعني حتى الماكله اللي كتاكل الام راه كدوز في الحليب ديالها يعني كتمشي واش كتبقى بنفس التركيبه ولا كتتفكك ولا كيفاش كتصرف للرضيع خصوصا في الرضاعه الطبيعيه بما انك تكلمت على الحلبه خاصه نبعدوا عليها واللويزه ونعم. الله سبحانه وتعالى بحال قلنا ان في التدريب ديال الام عندنا غدد تنتج الحليب وعندنا بحال عمليه ترشيح بحال كنصفيو يعني تندوزو المواد اللي مهمه تكون مواد مفككه على شكل احماض امينيه على شكل سكريات يعني الحجم ديالها تيكون قليل على شكل مواد دهنيات وكذلك بحال قلنا البارح يعني على شكل مضادات الاجسام فالام تدوز لولدها مضادات الاجسام باش يحمي راسه خلال السنتين الاولتين من من العمر ديالو في على ما ينضج جهاز المناعه ديالو. طيب لهذا خاص الام تنتبه للتغذية ديالها خلال الرضاعة وكذلك تبدأ مؤخر العلم أن خصنا نتابعوا الغذاء ديالنا قبل الحمل كذلك. علاش؟ لأن الغذاء ديالنا تأثر لنا على البيئة فين تيكونوا الجينات ديال البويضة ديال الحيوان المنوي وبالتالي تأثرنا حتى على كاين هناك جينات تحاول أنها تعبر بواحد الطريقة وجينات أخرى تقدر يعني ما تعبرش على راسها لهذا التغذية في أي فئة من العمر مهمة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وبالنسبة للفتاة وبالنسبة للولد. وخا ما يشاع وما تثبت ما تثبتش علميا أن التغذية ممكن أنها تحدد جنس الوالد هذه حتى هي أو الرضع أو الجنين يعني هذه باقي ما كايناش علميا دكتورة سعاد جليوي. هي علميا ما كايناش سميتو لكن هناك اختلافات هناك اشارات اشارات نعم. هناك اشارات بحال اللي قلنا ان مادام تتاثر على مثلا تتاثر على كذلك على بعض الامراض اللي تقدر يتعرض لها الطفل في المستقبل فهنا في هذه الحاله هذه كنا اشارات ولكن باقي ما كايناش شي حاجه مثبته علميا. طيب تكلمتي على اللويزه الحلبه والنافع والكمون الصوفي ويعني هاد الحوايج حنا كنعرفوا بان الامهات اول ما كتشوف وليدها كيتوجع كتمشي ليهم بلا ما كتفكر يعني حتى هما نحيدوهم اللائحه غير باش نتكلموا برساله واضحه مع كل الامهات. لا انا متفقه معك بان احنا الام فاش الوليد فاش يوصل من 15 يوم الفوق يعني فاش يبدا الجهاز الهضمي ديالو تيتعود على الاكل كتبدا المجيعات. فاحنا تنمشي الوصفات ديال جدتنا والوصفات ديال امهاتنا ديال جارتنا كنت نقول كمون صوفي هي فعلا ان الكمون الصوفي يعني كيهد الوجيعات غير هو ان باش نقول ان الكميه اللي نقدروا نعطيوه دوزاج ماشي اي واحد يقدر نقدروش نعرفوها لهذا كاينه مستحضرات طبيه فيها الكمون الصوفي فيها يعني ناسح فيها حبه الحلاوه بواحد القدر اللي مناسب للرضيع. ولكن واخا كاين هناك قدر مناسب للرضع فهذه المواد تنعطيوها غير واحد الايام محدوده. علاش؟ لان هاد الوجيعات الا فهمناهم فهي عمليه فيزيولوجيه بحال اللي قلنا في الحلقه ديال نهار الاثنين ان الجهاز الهضمي تيتاقلم مع الماكله لان التربيه 6 شهور وهي تتاكل عن طريق الدم وبالتالي خاص وقت باش يتاقلم الجهاز الهضمي لهذا لقوا ان الوجيعات يبداو في المراحل الاولى ديال الحياه وتوصل الحده ديالهم في شهرين ومن بعد تيبداو ينقصوا تدريجيا. دكتوره شفتي اللويزه والكمون الصوفي والحلبه انا كنشوفهم بانهم واحد الدرجه ولا واحد المرحله اللي هي سهله فما بالك اللي كيعطي لوليداتو واحد النوع ديال واحد النبته اللي كتباع عند العطار اللي سميتها الخرشاشه هذه كتخلي الوليدات كينعسوا النهار كامل ماشي حتى الوليدات الرضيع يعني في شهوره الاولى كيعطيو الخرشاشه في هذيك الحليب اولا كيفيضوها ليه مع الحليب كيعطيوها ليه الدري مقلوب النهار كامل. يعني انا ما انا غير بغيت نفهم هذه الكبده هذه ديال الموات ولا ديال الاباء فين هي وفين هذا الحنان ان ولدك يتقلب نهار كامل ما عندك سوق باش انت تقضي شغالك ولا الام تقضي شغالها فهاد المساله هذه انا كنعتبرها اجرام في حق الرضيع.
إذا متفقة معك لهذا تنعاود نشير وتنعاود نأكد على أهمية نتعلمو ما معنى الأمومة والأبوة يعني والوالدية قبل ما نتحملو مسؤولية الطفل أن أولادنا مسؤولية في الدينة خصنا نعرفو كيفاش نراعيهم باش وباش باش يكبروا في صحة وفي صحة نفسية وكذلك صحة جسمانية تكون سليمة. نعم، من 6 شهور باش كنبداو دكتورة سعى الجليوي ك يعني كخضر اللي هي صحيحة ومزيانة وكفواكه كذلك، شنو اللي مهم في هذه المرحلة هذه من 6 شهور إلى سنة؟ شنو اللي مهم ياخذ الطفل أو الرضيع؟ هي المهم أن في المراحل الأولى خصنا نمشيو بالتدريج مع الرضيع. يعني هناك فرق بين الرضيع اللي مسمى عليه الرضاعة وبين الرضيع اللي تياخذ البزولة. نعم، لأن اللي تياخذ الرضاعة ديال مولف مثلا على الأقل تيكون عنده 6 رضاعات في النهار. تنبداو معاه بالتدريج، يعني اننا ديك الرضاعه ديال الليل وديال النهار تنبداو ندير بدا فيها بدا البويون ديال الماء ديال الخضر مزيان. وتنحاولوا ندخلوا مثلا في الاول يعني هذيك الفرينه ديال الارز ولا ديال الذره اللي تقدر تحفز فيها الجهاز الهضمي باش نطلعوا فيها من النشويات. ومن بعد تنعطيو مثلا في الغداء الخضر، تنعطيو مثلا كل يومين واحد النوع من الخضر. تنبداو بشويه بشويه. نعم، عندنا اليوم خيزون ثاني واحد يومين، نزيدو مع خيزون شويه بطاطا، نزيدو تما يومين قريعه خضراء، وبقاو غاديين بالتدريج. علاش؟ لان خاصنا نشوفوا خلال الشهر السادس واش التربيه ديالنا تستحمل هذاك الخضره، نعرف الخضره ولا ما تستحملوش، ونكونوا عارفين بالضبط شنو هو نوع الخضره اللي ما استحملتوش. نعم، علاش قلت لك انا الفرينه من الارز والذره؟ كذلك لاننا باش نتجنبوا الحساسيه ديال الجهاز الهضمي ضد القمح. نعم، لان الجهاز الهضمي عاده نولفوه الماكله خائب ومولف فيه هضم الحليب مده شهور باش ندخلوا تدريجيا. وبالنسبه الفواكه، اذا بالنسبه لسبع شهور تنبداو نعطيوه مثلا تنعطيوه واحد الفاكهه، تنعطيوه نص بنانه ولا نص تفاحه تنغليوها في الماء. نعم، وتنبقاو غاديين بالتدريج تنرفعوا من كميه. اذا سبع شهور تنقتصروا على الخضر. اييه ياك، ومن سبع شهور تنبداو الفواكه، تندخلوا الفواكه تندخلوا كذلك اللحوم. اييه، ولكن تندخلوا بالتدريج، يعني مثلا اذا كنا نعطيوه اللحم نعطيوه تقريبا واحد 100 غرام ديال اللحم سواء احمر حمراء ولا البيضاء، نقدروا نعطيوه كذلك نص صفر ديال البيضاء ولا الحوت الابيض. نعم، يعني الصوره المره. نعم، مع العلم ان اللحم تعطيو 3 مرات في السيمانه. نعم، نص صفر ديال البيض 2 مرات في السيمانة. نعم، أما بالنسبة للسمك يعني بيضة في السيمانة تقريبا، بيضة في السيمانة ديال الصفر. نعم، لأن تنبداو غير بالصفر لأن البيض ديال البيض قدر عندنا حساسية دونك تنخليو حتى من بعد. وبالنسبة للحوت تنبداو بالحوت البيض مرة في السيمانة. يعني احنا معك دكتوره سعاد جليوي اخصائيه طب الاطفال بالرباط، كنتعرفوا اكثر على التغذيه السليمه للرضيع طيله هذا الاسبوع. شكرا على حضورك معنا ولو عبر الهاتف، فاكيد نورتينا دكتوره سعاد جليوي. شكرا لكم جهاز الاذاعه، وان شاء الله كنشكر المستمعين اللي عيطوا لي ونقيم المحاضره ديالهم واستفدوا. تبارك الله عليك، الى اللقاء. شكرا جزيلا، الله يسلمك.